الطبيب بيكون عايز يشوف الأعراض على المريض أثناء المجهود اللي المريض بيجي دايما يشتكي بأعراض، وبيبقى قاعد في حالة ريست قدام الدكتور، فالدكتور عايز يشوف الأعراض دي على أرض الواقع. على أرض الواقع، فده نون انفيزيف تيست بيميجر الكارديو فاسكولار اند بالمونري ريسبونس للاكسرسايز او الاكتيفيتي. انا عارف ان انا لما اجي اعمل اكسرسايز النورمال كارديو فاسكولار اند بالمونري ريسبونس، نورمال كارديو فاسكولار ريسبونس يعني الهارت ريت هيزيد، ده نورمال ريسبونس، كاردك اوتبوت هيزيد، بلاد بريشر هيزيد، الفاسكولار ريسبونس ان البريفرال ريزيستنس هتقل، البالمونري ريسبونس ان الدبس بتاع الانسبيريشن هيزيد، الريت ما بيزيدش كتير انما الدبس هو اللي بيزيد هايبر فنتيليشن، عشان نقدر نمد الجسم باكسجين كافي للاكسرسايز اللي بيتم. أثناء ما العيان بيعمل التست ده بنقيس الفانكشنال كاباسيتي بتاعته، يعني إلى أي مدى العيان ده عنده قدرة إنه يبذل مجهود. طبعا الشخص اللي بنقعد نزود عليه السرعة بتاع التريد ميل، أو لو هنستخدم عجلة نزود عليه الريزيستنس بتاع العجلة ويبدل ويجري ويعمل إيه ونزود عليه ويشتغل ويشتغل بدون ما يحصل عليه أي أعراض، ده الفانكشنال كاباسيتي بتاعته أعلى. إنما الشخص اللي بيتعب بسرعة اكيد ده الفانكشنال كاباسيتي بتاعته اقل. الشخص اللي هيظهر عليه ابنورماليتيز في الكورونري سيركيوليشن، هيبتدي يحصل اريزميا، يحصل ساينز اوف اسكيميا زي الاس تي سيجمنت، يحصل لها ديبريشن، اي ابنورمال ساينز هتحصل الدكتور هيبتدي يشوفها ويبتدي يوقف الاكسرسايز عند الليفل ده، وهيبقى شايف الاعراض كلها على العيان على ارض الواقع اثناء التيست ده. فاحنا بنشوف الفانكشنال كاباسيتي والكارديو فاسكولار اند بالمونري ريسبونس تو اكسرسايز. عرفنا كارديو فاسكولار اند بالمونري ايه اللي بيحصل في الثلاثه. اتفرجنا على الفيديو وهبقى اديهولكم خدوه. A stress test involves exercising while your heart and blood pressure are monitored. When you are ready, you will be asked to exercise by walking on a treadmill or pedaling a bicycle. Most commonly, a treadmill is used. Depending on the specific test that your doctor uses, every 2 to 3 minutes, the speed or incline of the treadmill will gradually be increased. If you are out of shape or at high risk for coronary artery disease, these increases will be smaller and more gradual. Will not be asked to exercise more than you are able to. Your doctor will closely watch your heart respond to the physical activity, looking for any changes in your mental status, blood pressure, or in the pattern of your heartbeats. You should let your doctor know immediately if you have any chest pain or unusual shortness of breath while you are exercising. The exercise will be stopped if you are having these symptoms, or if you are clearly showing signs of heart disease. The exercise usually lasts a total of 8 to 12 minutes. الـ functional capacity احيانا كمان يقولوا عليها الـ aerobic capacity واحيانا يسموها الـ endurance capacity. عبارة عن الـ VO2 max. ايه الـ VO2 max ده؟ الـ maximal oxygen consumption. اتفقنا ان وانا قاعد resting، وانا قاعد resting زي حضراتكم قاعدين كده، بنستهلك كل كيلو جرام
ونص ملي لكل كيلو جرام بير مينت في الدقيقة الواحدة. وانا قاعد كده وزنك كام يا محمود؟ 92. اضرب على الآلة الحاسبة بتاعتك 92 في 3.5، لان 3.5 دول للكيلو الواحد. وانت اضرب لنا يلا 45 في 3.5. وانت يلا اضربي 47 في 3.5 عشان نشوف الريستن اوكسجين كونسامبشن واحنا قاعدين كده. ده اقل حاجه في الدقيقه كام يا حاج؟ 322 ملي لتر في الدقيقة. 322 ملي دول يعني قد الكنز بتاع البيبسي صح؟ ما في كنز صغير. وانت كام؟ 141 قد كوباية الشاي كده. شوية اكسجين قد كوباية الشاي جسمك بيستهلكهم جسمك كله في الدقيقة. حلو كده؟ طيب أنا لو عايز أعمل اكسرسايز، إيه أقصى كمية أكسجين يقدر جسمي يستهلكها في الدقيقة الواحدة لكل كيلو جرام؟ دي اسمها الـ VO2 max، maximal oxygen consumption. ودي بقى اقصى قدره عندك اللي هي بيسموها الايروبيك كاباسيتي او الفانكشنال كاباسيتي، يعني اكبر قدره ليك لجسمك انه يستهلك الاكسجين عشان ينتج طاقه. تعمل اكسرسايز مثلا، تجري، تعمل اي حاجه، هو ده الماكسيمال اكسجين كونسامبشن. طبعا بيعتمد حاجات كتيره بتاثر عليه، يعني مثلا يعتمد على الايدج، يعتمد على الجندر، الميل اكتر من الفيميل، يعتمد على التريننج ليفل، انت بتتدرب اصلا ولا سيدنتري لايف، يعتمد على الكارديك اوتبوت. الكارديك اوتبوت ده هو اللي هيدي، هو اللي هيجيب الاكسجين من عند اللنج ينقلها للانسجه اللي شغاله. يعتمد على الماسلز اللي عندك قد ايه، المسلز هي اللي هتستهلك الاكسجين، هي اللي هتستهلك ايه؟ الاكسجين. فوجدوا ان النورمال بيرسون كده اللي هو سنه من 35 40 سنه تقريبا يقدر يستهلك تقريبا 40 ملي اوكسجين كل كيلو جرام برمينت. والفيميل تقريبا 35 حاجة زي كده. الشخص التريند بقى الاسليت اللي بيلعب رياضة ممكن يوصل ل80 بدل 40 يوصل ل80، والفيميل ممكن توصل ل75. اقصى واحد قدر يسجل ماكسيمال اوكسجين كونسامشن وصل لتقريبا 97.5 ملي لتر اكسجين للكيلو جرام الواحد في الدقيقة. طبعا عنده ايروبيك كاباسيتي عالية، عضلات كويسة، كارديك اوتبوت كويس، لانج كويسة. التلاتة دول مع بعض، لانج تعمل جاز اكسشينج، هارت يشيل ينقل، مصل تحرق. مصل ايه؟ ده الـ VO2 max. بنبقى عايزين نحسبه بالستريس تيست. ده هو اصلا لما جم يحسبوه عملوه بتيست اسمه كاردو بالمونري اكسرسايز تيست، زي الستريس تيست ده بالتريد ميل او بالعجله، وجابوا ماسك حطوه على بق العيان ومناخيره يحسب الاكسجين اللي داخل والكربون دايوكسيد اللي خارج، ويخليك تاكسرسايز لاقصى مستوى ليك، ونشوف انت قدرت تسحب جسمك يستخرج اكسجين قد ايه ويخرج كربون دايوكسيد قد ايه،
ويحسبوه. بس الموضوع ده مكلف قوي، مكلف جدا، تجهيزات وصف معين اللي يعمله وشغلانه، يعني مش بالسهوله ان احنا نعمله. قالوا يا جماعه طب ما تختاروا لنا كده اي ميثود سهله نحط فيها شويه معادلات، الهارت ريت على الايدج على مش عارف ايه، نقول ان ده رفلي كده الفيتو ماكس بتاعه قد ايه. فابتدوا يستخدموا الستريس تيست العادي ده، الستريس تيست العادي ده. وفي معادله تانية كمان استخدمت الهارت ريت، اقول لكم عليها عشان بتروح عن بالي. اه 15.3 الفي او 2 ماكس يساوي 15.3 مضروبه في ماكسيمال هارت ريت، اللي هو ايه الماكسيمال هارت ريت ده؟ 220 على الريستنج هارت ريت. عندك كم سنة؟ 20. 220 ناقص 20 يعني 200، صح؟ أنا أعتبر إن الريستنج هارت بتاعك 70. 200 على 70 فيها كام؟ 30. 3 2.8 تقريبا. 3 2.8 قول 2.8 من 10 اضربهم في 15.3 من 10 30 42 8 من 10 اللي هي كنا قايلينها للشخص العادي 40 ملي لتر اهي، حسبناها المحمود اللي عنده 20 سنة بالمعادلة دي طلعت 42.8 من 10. لو عايزين نحسبها اكشوال يعني فعل بقى، احط على جهاز الكاردو بالمونري اكسرسيست اللي هو فيه ماسك ريبليسنج ماسك يقيس لي الاكسجين اللي داخل ولا خارج واخليه يعمل اكسرسايز على التريدميل او العجله للبلاتو بتاعه، اقصى كميه مجهود يوصل لها واشوف الايه الاستهلاك قد ايه. تمام كده، المعادلات بتسهل لنا الموضوع شويه عشان يبقى ابليكابل باستمرار. ليه بعمل ستريس تيست؟ عشان لو عايز اعمل اكسرسايز بريسكريبشن، احيانا في الاكسرسايز بريسكريبشن يقول لك انا عايز ادرب العيان عند مثلا 70% من الفي او 2 ماكس بتاعه. طب ما انا لازم احدد الفي او 2 ماكس الاول عشان اشوف ال 70% يساوي كم منه، يساوي كم منه. لو انا عايز اشوف العيان محتاج ميديكيشن ولا لا، او الادويه اللي انا بديها له محسنه الكاردو فاسكولار فانكشن ولا لا. لو الادويه محسنه الكاردو فاسكولار فانكشن في التست هلاقي العيان يقدر يبذل مجهود كويس من غير ما يتعب او تظهر عليه اعراض. نشوف ال بيحصل شيست بين ولا لا، بيحصل امتى عند مستوى مجهود قد ايه. نشوف البلاد بريشر ريسبونس والاريزم شكلها ايه، بيحصل تشينجز في البلاد بريشر اب نورمال ولا لا. عايزين نشوف السيفيريتي بتاعه الكاردو فاسكولار ديزيز، عايزين نشوف البروجنوزز بعد كده يبقى شكله ايه. نستخدمه قبل الانفيزيف ستادي، يعني قبل ما نفكر نعمل له قسطره وندخل نبص على الشرايين بعينينا عن طريق القسطره جوه، نعمل له ستريس تيست الاول يمكن تكون كافية ومحتاجش اعمل قسطرة. لو انا عايز اعمل لايف ستايل تشينجز للعيان عشان اقلل الريسك فاكتورز، فاكرين الريسك فاكتورز بتاعه الكاردو بالمونري ريسك فاكتورز سموكينج والسيدنتري لايف والهايبرتنشن والدايابيتس. طبعا العيان اللي عنده مشاكل في الستريس تيست لازم نكنترول الريسك فاكتورز دي من ضمن الحاجات اللي هتتعمل له كعلاج. عندي نوعين من الستريس تيست، في نوع اسمه ماكسيمال ستريس تيست وسب ماكسيمال ستريس تيست.
الماكسيمال ميكانيزمو بخلي العيان يوصل لاقصى مجهود على التريدميل او على البايسبل. بس اقدر اعمل ده في عيانين الهارت ديزيز اصلا السيمتومز هتوقف لو حصل ارسم غصب عنك هتوقف. ابنورمال ريسبونس للبلاد بريشر يعني البلاد بريشر بدل ما يعلم على الاكسرسايز يقل ده ابنورمال ريسبونس. الهارت ريت لو لقيته بيقل مع الاكسرسايز ده ابنورمال ريسبونس ده نفسك غصب عنك هتوقف. فدايما الماكسيمال ستريس تيست تحس كده انك بتعمل مع الاسيديت تعمل ايه؟ انما السب ماكسيمال ستريس تيست ده اللي بتعمل مع المرض. اتفقنا ان هو بروجريسيف وورك يعني تدريجي بزود السرعه بتاعه التريدميل او البايسكل لحد ما العيان يوصل لليميتيشن لما وصل للاجهاد فاتيك او حصل عليه ساينز وسيمتومز وقفتنا اللي هي النورمال براد بريشر هارت ريت النورمال ديزنيا سويتنج بالبيتيشن. قلنا ان احنا بندرنوس السيفيريتي بتاع الكاردو فاسكولار ديزيز دي او نقيس الفانكشنال كاباسيتي بتاعه العيان. في كونترا انديكيشن للماكسيمال ستريس تيست يعني في بعض الكونترا انديكيشن اللي لو شفتها ما اقدرش اخلي العيان يعمل ماكسيمال ستريس تيست. واحد عنده ريسنت انفاركشن، واحد عنده بيريكاردايتس او مايوكاردايتس، واحد عنده انستابل انجينا، واحد عنده انتريتد سكند وثيرد ديجري هارت بلوك. عارفينها دي سكند ديجري هارت بلوك وثيرد ديجري هارت بلوك خدناها في المحاضره. واحد عنده كونجستيف هارت فيلير، واحد عنده اكيوت ايلنس يعني عنده مرض لسه دلوقتي بادئ معاه. اي مرض اكيوت الناس ما اقدرش اخلي العيان يعمل اكسرسايز ان شاء الله حتى يكون دور برد. عنده دور برد دلوقتي ما اقدرش اعمله. في الريلاتيف كونترا انديكيشن يعني شويه كونترا انديكيشن اقدر افكر اشتغل وزبروكوشن ولا ما اشتغلش. الكتروليت ابنورماليتيز يعني مثلا الصوديوم قليل ولا زايد، البوتاسيوم قليل ولا زايد، نقدر نكوريكت الحاجات دي ونعمل التست. أورتيك ستينوزيس مين كورونري أرتري ديزيز خصوصا الليفت مين كورونري أرتري. واحد عنده سيفير هايبرتنشن أكتر من 165 على 110، واحد عنده اس دي سيجمنت ديبريشن في الريستنج اي سي جي. دايما كلمة اس دي سيجمنت ديبريشن لما تسمعها يجي في بالك إن في اسكيميا، في كومبارسيتد هارت فيلير منتال امبيرمنت تخليه انيبل تو كوبريت اثناء التست. ديت ريلاتيف كونترا انديكيشن. السب ماكسيمال تيست ده بروجريسيف لود زي ما اتفقنا بنزود السرعه التدريجي بتاع التريدميل او الريزيستنس بتاعه البايسكل زي ما شفنا في الفيديو. السب ماكسيمال ده بنوقف الاكسرسايز عند حاجتين، يكون انا مثلا كنت عامل حسابي انه لو وصل مثلا وليكن 70% من الماكسيمال هارت ريت ومش عايز ازود عن كده. محمود عنده 20 سنة الماكسيمال هارت ريت بتاعه 220 ناقص 20 يبقى كام؟ 200. الماكسيمال هارت ريت بتاعه 200. انا مكرر وانا بعمل التست ان ما يزيدش الهارت ريت بتاعه عن سي مثلا 75 من الماكسيمال هارت ريت. 75% من ال 200 يعني 150. يبقى لو هو اثناء عمال ازود عليه اللود بتاع التست ازود لحد ما الهارت ريت وصل 150 وصلت للمستوى اللي انا كنت عايزه اوقف التست بقى. او ان انا حققت ميتابوليك اكويفالنت وكنت محدده معين وليكن 2 او 3 او 4 او 5 اللي انا عايزه. اتفقنا ان الميتابوليك اكويفالنت عباره عن ميتابوليك اكويفالنت واحد عباره عن 3.5 مللي اكسجين
كل كيلو. انا لو كنت بقول عايز اعمل له اكسرسايز عندي 3 ميتابوليك ايكويفالنت، اضرب 3 في 3 ونص يبقى كام؟ 10 ونص. لو لقيت الجهاز وانا عمال ازود الاكسرسايز ابتدى يحسب لي ان هو ابتدى يوصل ل 10.5 مللي جرام اكسجين لكل كيلو، يعني وصل لل 3 متر اللي انا كنت ظابط ان انا ما ازودش عنها، خلاص اوقف التست. او لو حصل اعراض على العيان، هايبوتنشن، اريزميا، فتيج، اي اعراض من اللي هي بتانديكيت ان انا استوب التست، اوقف التست. اللو ليفل اكسرسايز تيست ده نوع من انواع الصب ماكسيمال. في نوع اسمه لو ليفل تيست. اللو ليفل تيست ده ممكن نستخدمه مع عيان ريسنت مايوكارديال انفاركشن بعدها بخمس ايام، او عامل ريسنت كابج كوروناري ارتري باي باس جرافت، بهدف ان انا اشوف الفانكشنال كاباسيتي بتاع العيان قد ايه، لان انا عايز ابتدي معاه اكتيفيتيز اوف ديلي ليفنج. عايز ابتدي اخليه ينزل من السرير، يمشي، يروح الحمام، يطلع سلم دور، يمشي 30 خطوه، يمشي 50 خطوه. عايز اطمن عليه ان هو يقدر يعمل الاكتيفيتيز اوف ديلي ليفنج عشان لما اجي اخرجه البيت اعرف ان الراجل ده امن انه يخرج البيت بعد الريسنت سيرجري او الريسنت مايوكارديال انفاركشن اللي كانت حصلان. هتقابلنا حاجة اسمها كارديوفاسكولار ريسك ستراتيفيكيشن. كارديوفاسكولار ريسك ستراتيفيكيشن، لما تسمعوا الكلمه دي المقصود بيها ان انا لو عندي عيان وعايز يعمل اكسرسايز، وعايز يعمل ايه اكسرسايز، هل في ريسك على العيان انه يديفولوب كاردو فاسكولار ابنورماليتي؟ يعني هل في ريسك على العيان ده انه يديفولوب انجينا مثلا وشيست بين؟ هل في ريسك على العيان ده انه يديفولوب هايبوتنشن او ابنورمال هايبرتنشن او ابنورمال تاكيكارديا؟ فبنقسم العيان لعيانين لو ريسك ومودريت ريسك وهاي ريسك. العيان اللي له ريسك ده لو جه يعمل اكسرسايز مش هتظهر عليه اعراض. العيان المودريت ريسك هتظهر عليه اعراض بسرعه. العيان الهاي ريسك من شكله كده اصلا انا عارف انه حتى صعب انه يعمل اكسرسايز. فكلمه ريسك ستراتيفيكيشن الغرض منها اقسم العيانين لكاتيجوريز قبل ما يعملوا الاكسرسايز، وقول العيان ده اهو سيف انه يعمل اكسرسايز لوحده، والعيان ده عشان يعمل اكسرسايز لازم مونيتورنج، والعيان التالت ده اهو ده سيفير ريسك، ده ممكن يموت او يحصل له مايوكارديال انفاركشن او تحصل له بلوى كبيره، فده اصلا ما نعملوش اكسرسايز او يعمل اكسرسايز تحت مونيتور عالي واكويبمنت معينه موجوده ان لو حصل مشكله نقدر نتعامل معاها. انا عملت ايه زي كاتيجورايزيشن للعيان كده، حطيتهم في 3 كاتيجوري، واحد امن انه اكسرسايز، واحد يعني اكسرسايز ويز بريكوشن، واحد هاي ريسك محتاج بريكوشنز عاليه جدا. ديت معنى كلمه ريسك ستراتيفيكيشن. اللو ريسك على سبيل المثال عنده ان كومبليكيتد ام اي او كابج او انجيوبلاستي، كان عامل توسيع للشرايين، الفانكشنال كاباسيتي بتاعته اكبر من 6 متر. احنا عرفنا المتر يعني ايه بقى؟ ميتابوليك ايكويفالنت. عرفنا ان الواحد متر يساوي كام؟ 3 ونص. عنده مثلا
على سبيل المثال نون ريستنج اريزميا. طب العيان المودريت ريسك الفانكشنال كاباسيتي بتاعته اقل من 5-6، انما اللو ريسك كان كام؟ اكتر من 6. العيان المودريت ريسك على سبيل المثال عنده مايلد تو مودريت اسكيميا، الاكسرسايز وفي الريكفري، يعني لما يجي يعمل اكسرسايز بيحصل له شويه اسكيميا بيبان في صوره اس تي سيجمنت ديبريشن، واثناء الريكفري اثناء الكول داون وهو بيعمل الاستريس تيست، الناس اللي شافت الفيديو بيبقى لازال فيه شويه اسكيميا ظاهره في صوره التشالنج في الايه في الاي سي جي. العين الهاي ريسك مثلا ليه كذا شكل: سيفيرلي ديبريست ليفت فنتريكولار فانكشن، كومبلكس اريزميا ديورنج ريست وديورنج اكسرسايز، مايوكاردال انفاركشن كومبليكيتد باي كونجستيف هارت فيلير، سيفير كورونارا ارتري ديزيز ماركت باي اكتر من 2 ملم اس تي سيجمنت ديبريشن. اكتر الاس تي سيجمنت لما الدبريس اكتر من 2 ملي بيعتبرها سيفير اسكيميا. سيفير ايه؟ اسكيميا. دي بس امثله بسيطه كده عشان لما تبص عليها في المحاضره تبقى خدت فكره يعني ايه ريسك ستراتيفيكيشن وكل حاجه فيها شويه اعراض شكلها ايه. لو ليفل اكسرسايز تيست اللي احنا قلنا بنعمله ريسنتلي خلال 5 ايام بعد الكابج او بعد مايوكاردال انفاركشن عشان نشوف العيال ده سيف يمارس الاكتيفيتيز وديلي ليفن ولا لا، لا كوندر انديكيشن ان احنا نعمل الاكسرسايز تيست ده. ما ينفعش اعمله قبل 5 ايام من مرور العمليه او الام اي. لو انا ما عنديش داتا كويس قبل التيست، يعني مش مجمع الهيستوري بتاعه ولا البلاد بريشر ولا الحاجات دي، لو عنده اكيوت كونجستيف هارت فيلير او سيفير اورتيك ستينوزيس او هاي بوتنشال ديورنج ريسك كده هو قاعد او ان كنترولد اريزميا، الحاجات دي لو متوفره عند العيان ما اقدرش اقول له تعالى نعمل لك لو ليفل اكسرسايز تيست عشان اشوف انت سيف تمارس الاكتيفيتيز اوف ديلي ليفنج ولا لا، ما نقدرش نعمله. في كلاسيفيكيشنز تانيه في الاكسرسايز تيست، نوع اسمه انترميتنت ونوع اسمه كونتينوس. الانترميتنت ان انا اخلي العيان يعمل بروجريسيف ورك لود، الورك لود ده مقصود بيه ان هو بيمشي على تريد ميل بس بروجريسيف بزود السرعه تدريجي، وفي بيريد اوف ريست خليه يريح ويرجع يعمل الورك لود تاني ويريح ويعمل ورك لود تاني، ده اسمه ايه؟ انترميتنت. والكونتينوس ان انا بعمل بروجريسيف ورك لود من غير ما يريح خالص لحد ما نوقف التيست في الاخر يعدي النقطه اللي انا كنت محددها تارجت هارت ريت معين او ابتدى يظهر عليه الاعراض. عشان اعمل اكسرسايز تيست ليه كذا شكل، في كذا شكل اقدر اعمل بيه الاكسرسايز تيست. امشيه على التريد ميل ماشي، البايسكل ارجومتر ماشي، في ارم ارجومتر يشتغل بها بايديه ماشي، في ووكنج اب اند داون ستيبس يطلع وينزل سلم، كل دي طرق مختلفه اشهرهم التريد ميل والبايسكل، واشهرهم اكتر التريد ميل لان التريد ميل وسيله مشي طبيعيه غير العجله. العجله ماشي اكسرسايز طبيعي. بنعمل مونيتور للاي سي جي زي ما شفنا والبلاد بريشر، وممكن نعمل اناليسيز للجاز اللي داخل واللي خارج من العيان. بس في دكتور تخدير كان مستنينا تحت احنا الساعه 2. طيب كلمه وقول له الساعه 2، الساعه 2 الا 5 احنا خلاص هنخلص. هو جه؟ اه مستني تحت. ها معاك رقمه؟ ما انا دلوقتي افتح اتصل عليه تاني. انت قلت له ان احنا فوق يعني؟ اه. طيب دكتور محمود اسماعيل. دكتور محمود ازي حضرتك؟ وعليكم السلام، ازي سعادتك عامل ايه؟ هما موجودين معايا فوق في محاضره، هخلص بس 5 دقايق وانزلهم محاضره. المونيتورز اللي بنستخدمها اثناء الستريس تيست الاي سي جي والبلاد بريشر والهارت ريت
وممكن نستخدم جاز انالايزر عشان نشوف الاكسجين اللي داخل قد ايه والكربون دايوكسيد اللي ناتج قد ايه. في شويه بريباريشنز نعملها للعيان قبل التست، طبعا يوقف الاكل والتدخين قبل التست بثلاث ساعات، يلبس هدوم خفيفه، يلبس كوتشي في رجليه، ناخد هيستوري كامل من العيان، نشرح البروسيجر للعيان كويس، في بعض العيانين اللي عندهم مشاكل زي الفالفولار ديزيز والاسكيميك والكونجنتال هارت ديزيز والابنورمال هيمودينامكس ريسبونسز للاكسرسايز، دول بيحتاجوا مونيتورنج كويس وممكن نعملهم اكسكلوجن من التست، يعني ما نعملش عليهم التست. عارفين يعني ايه هيمودينامكس ريسبونس للاكسرسايز؟ البلد يعني البلد بريشر، البريشر يزيد مع الاكسرسايز شكله ايه، الهارت ريت شكله ايه. طيب اتفقنا ان احنا نقدر نستخدم التريد ميل والبايسكل والارم ايرجومتر. مقارنه بسيطه كده بين التريد ميل والسايكل ايرجومتر، التريد ميل اسهلهم لانه فانكشن طبيعيه بيعملها الانسان اللي هي المشي، انما السايكلينج كاكسرسايز مش فانكشن طبيعي بيعملها الانسان، فبيبقى معبر اكتر ومريح اكتر التريد ميل. البايسكل لها ميزه على التريد ميل انها نون ويت بيرنج اكسرسايز، فلو في عين عنده مشاكل في رجليه تريد ميل مش مساعده ممكن يستخدم البايسكل تكون اريح له. تريد ميل بياخد مساحه كبيره، البايسكل بتاخد مساحه اقل. تريد ميل ممكن يكون فيه صعوبه شويه وانا عمال اقيس الاي سي جي او الهارت ريت عشان الحركه بتاع العيان او البلاد بريشر، انما البايسكل بيبقى قاعد وثابت، بيبقى قاعد وثابت. كمان وجدوا ان البايسكل ما بتقدرش تاتشيف الماكسيمال هارت ريت بتاع العيان، بتقدر توصل لحد 85% من الماكسيمال هارت ريت لانها مش نورمال اكتيفيتي، مش نورمال اكتيفيتي. طيب عندنا بقى البروتوكولات اللي بيستخدموها في الستريس تيست. البروتوكول يعني طريقه معينه هنعمل بيها الستريس تيست. في دكتور اسمه روبرت بروس عمل بروتوكول وسماه باسمه بروس بروتوكول. ايوه لما المدرج يخلص هننزلكم، احنا معانا خمس دقايق. ما انا كلمت المدرج فاضي. لا المدرج هيفضل تحت كمان 10 دقايق. الدكتور روبرت بروس سنه 63 عمل لنا البروتوكول بتاع بروس ده. في بروتوكول تاني عمله دكتور اسمه بالك، بس بالك ده بيستخدم اكتر مع الرياضيين، بيستخدم اكتر مع الرياضيين. تعالوا كده لما نشوف الدكتور بروس عمل ايه. قال انا هجيب تريد ميل، تريد ميل زي اللي شفناه، وهنبتدي بسرعه 1.7 ميل بير اور، سرعه 1.7 ميل في الساعه، دي سرعه الايه؟ السير. وقال ان انا هزود السرعة كل 3 دقايق، كل 3 دقايق ازود السرعة، وقال هبتدي بانكلينيشن 2%. انكلينيشن ده اللي هو او بيسموه الجريديانت، اللي هو ان السير يبقى مرفوع السنة لفوق كده، فالعيان وهو ماشي اكنه بيطلع مطلع عشان ازود عليه الاجهاد. الافريج تايم بتاع التست كله من 6 ل 12 دقيقة، بيتكون من 7 مراحل. أول مرحلة هتكون عند سرعة 1.7 ميل بالأور و 10% جريد اللي هي ارتفاع التريد ميل، مدتها قد إيه المرحلة؟ 3 دقايق. بعد 3 دقايق نزود نقلب للمرحلة اللي بعد منها، السرعة هتزيد ل 2.5
والانكلينيشن هيزيد ل 12%. ثالث مرحله السرعه تزيد ل 3.4 والانكلينيشن يزيد 14% لحد اخر مرحله اللي هي السابعه. السرعه هتكون 7 ميل في 6 ميل في الساعه والانكلينيشن 22%. طبعا من اول المرحله الرابعه والخامسه هتلاقي العيان ابتدى يجري، يعني ابتدى وهو بيمشي على التريد ميل السرعه لما زادت هتلاقيه بيبتدي من اول الرابع وطالع يجري، بيبتدي ايه يجري. بلك عمل طريقه ثانيه، انا هبتدي برده ب 3.3 السرعه، 3.3 ميل، الثاني كان بادي 1.7، وقال انا مش هزود في السرعه، هزود في الانكلينيشن بس، هبتدي بزيرو انكلينيشن وبعد كده هزود بعد دقيقه ل 2% انكلينيشن، وبعد كل دقيقه ازود 1% انكلينيشن، 1% انكلينيشن، والسرعه ثابته. وده قلنا البلك بيستخدم اكتر مع مين؟ الاسليب. امتى وقف السيشن او الستريس تيست؟ امتى وقفه؟ لما يحصل فريكوينت بريماتيور فنتريكولار كونتراكشن. ايه بريماتيور فنتريكولار كونتراكشن؟ الكلمه الغريبه دي لسه واخدينها حالا، عشان كده اصريت اعمل لكم محاضره الاي سي جي قبل الستريس تيست. لو لقيت بيحصل بريماتيور فنتريكولار كونتراكشن اللي هي الوايد شيب دي وجايه فريكوينت اوقف. فنتريكولار تاكيكارديا، فهمنا احنا يعني ايه فنتريكولار تاكيكارديا؟ منشاها منين دي؟ من الفنتريكل نفسه اللي هي وايد شيب برضو، تمام؟ اتريال اريزميا او اتريال فايبريليشن، فاكرين الاتريال فايبريليشن؟ مالتي فوكاي في الاتريوم فما فيش بي ويف. سكند وثيرد ديجري هارت بلوك، الثيرد ديجري هارت بلوك الريت بتاعه قليل اقل من 45 والكيو ار اس كومبلكس وايد لان السيجنال اوريجينيتنج من الفنتركل نفسه، والبي ويف ملهاش علاقه خالص بالكيو ار اس كومبلكس لانها ما بتعديش الايزي جانكشن خالص. السكند ديجري هارت بلوك خلاص قلنا في واحده بيحصل فيها ديلي والثانيه ما فيش ديلي، اول اور نان، اول اور نان، فاكرين؟ يحصل انجينا، شيست بين، هايبرتنسيف بلاد ريسبونس، البلاد بريشر يعلى جدا اكتر يوصل ل 260 مثلا، شورتنس اوف بريس، ديزنيا، سيفير استي سيجمنت ديبريشن، ودي بتنديكيت ايه؟ اسكيميا، اكستريملي اليفيتد سيستوليك بلاد سيستوليك وداستوليك بلاد بريشر. نورمالي الداستوليك بلاد بريشر ما بيزيدش اثناء الاكسرسايز، نورمالي ما يزيدش او يتحرك في حدود بس بكثيره يزيد او يقل 10 ملي، يعني من 80 يطلع ل 90 او ينزل ل 70 يلعب في الرينج ده، انما يزيد 110 ويزيد كده ده ابنورمال ريسبونس. يحصل ليج فاتيج او كرامب او كلوديكيشن سيفير سبازم في الكف مصل، او ان انا احقق البريدكتد هارت ريت، كنت بقول مثلا عايز اوصل ل 75% من الهارت ريت بتاع محمود اللي هو كان 150 ووصلت له خلاص اوقف على كده. طيب عايزين نبص على شويه معادلات عاملها بروس ومعادلات عاملها بلك بيقيس فيها الفي او 2 ماكس. هي المعادلة بتعتمد على التايم بتاع التست، التايم اللي انا يعني العيان مثلا قعد في الاختبار 9 دقايق، عيان قعد 8، عيان قعد 12 دقيقة. بس بنحسب التايم ازاي؟ لو عيان خد 8 دقايق و30 ثانية بنحسبها 8.5، بنحسبها ايه؟ طب لو عيان خد 8 دقايق و15 ثانية بحسبها 8.25، بحسبها بالشكل ده، يعني كسر الدقيقة بحطه بيرسنت، بحطه ايه؟ بيرسنت من الدقيقة يعني. فبروس حطوا معادلة زي ما انتم شايفينها
للمن للرجاله الفيتو ماكس قال هضرب 14.8 من 10 مش هضربهم هطرح منهم حاصل ضرب الطايم في 1.379 واجمع عليهم حاصل ضرب 0.451 مضروبه في تي تربيع. تي تربيع اللي هو الطايم اللي خده العيان على في التست قبل ما وقف بس تربيعه واطرح منهم تكعيب تكعيب الطايم مضروب في ايه هي معادله بيور خالص هات فيها الطايم ربعه وكعبه واضرب واطرح واعمل هيطلع لك الفيتو ماكس بتاع العيان. بالنسبه للفيميل اختار فورمولا صغيره جدا كتر خيره 4.38% ضربها في في الطايم مطروح منه 3.9 من 10. بلك اختار طريقه سهله شويه ضرب 1.44 من 1000 ضربها في الطايم يعني 1.444 ضربها في الطايم الطايم كان 7 مثلا 8 ايا كان وجمع عليهم 14.99% يعني جمع عليهم 15. وايه الارقام دي اساسا؟ معادلات. يعني ثوابت يعني ثوابت. الارقام دي ثوابت اتعملت احصائيا بحيث تحسب لنا الفيتو ماكس للعيان من الطايم اللي طلع على التست. بس خلصت المحاضره. المفروض الاثنين بس يديروا نفس النتيجه. نعم. الهوس والبلك. المفروض الاثنين يعني لو في الميل مثلا المعادله دي حطيت التي المفروض نفس الناحيه الكلام الناحيه الثانيه النادي بس ده للاسليت اكتر وده لل يعني الكاتيجوري هنا بتختلف. معلش السلايد اللي فات انا وهتلاقوا ان المعادلات ديت بتدي في اوتو ماكس تقريبي لان ده اسمه بريدكشن وليس قياس فعلي. انت بتبريدكت الفي اوتو ماكس بالاكسرسايز ده زي ما انا بريدكت الماكسيمم هارت ريت بتاعك السن الايدج 220 ناقص الايدج هل هو هيطلع في 200 فعلا اكروت مش هزيد شويه مش هقل شويه تمام يا جماعه عرفنا خلاص معلش يا دكتور انت المسائل دي هنستخدموها احنا ولا المسائل دي هتعرفوها لكن مش هنحفظها ولو جبت لك في الامتحان تحسب الفيتو ماكس العيان هجيب لك المعادله وانت بعوض ده طب تمام ها عطيت كده ثابت موجوده يعني ثابت قاعده لا مش هتحفظ انا نفسي مش حافظها يعني هحفظها ليه